وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم ووفقك الله وأجرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم، حفظكم ووفقكم إن شاء الله. مشاهدنا الكريم، إن شاء الله بعد يعني أكثر من 10 دقائق من الآن وأقل من 15 دقيقة من الآن رح ننتقل إلى اتصالاتكم، إلى مشاركاتكم، إلى رسائلكم الصوتية التي تطرحون من خلالها الأسئلة على ضيفنا الكريم سماحة السيد، وبعدها مباشرة نتحول لإجابته الكريمة على هذه الأسئلة المباركة. بداية كما تعودنا دائما أن نتوقف عند آية من آيات الله تعالى ونتدبر فيها، والآية هذا اليوم سيدنا الكريم تتضمن مفهوما من أهم مفاهيم الحياة، ألا وهي أو وهو مفهوم الوالدين وبرهما أو برهما عفوا. الآية 23 من سورة الإسراء حسب ما أظن، سورة الإسراء موسى. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ مولانا المصطفى الكريم. فضل سيدي. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هناك نقاط عديدة في هذه الآية إنصافاً وجديرة بالاهتمام. نعم. النقطة الأولى أن الله قرن عبادته وطاعته والتوجه إليه بالإحسان إلى الوالدين. أها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوفوا فتشي عجيب هذا، أنه أنت في إحسانك إلى الوالدين بمثابة طاعة الله سبحانه وتعالى وبمنزلة عبادة الله سبحانه وتعالى. فمقام الوالدين مقام عظيم، وينبغي الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة. نعم. وتفصيلات كثيرة، الآباء والدين فاسدين كذا، هذا له تفصيلات، ولكن بالمقولة العامة بشكل عام أنه مقام الوالدين مقام عظيم جدا، حتى أن الله قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين. هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية الجديرة بالالتفات هي هذه، أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين وعدم التعدي عليهما وعدم الوقوف أمامهما وعدم إهانتهما. لم يتحدث القرآن عن هذه القضايا إلا فيما إذا وصل الوالد أو الوالدة إلى مرحلة عمرية عالية. الكبر هنا مذكور. الكبر. نعم. ليش؟ طبيعي، لأن إذا أبوي هو شاغول وهو يشتغل، هو شاب، هو يكد على العيال، شنو اللي يزعج الولد حتى يقول له أوف؟ هو الأب يجيب، هو الأب يصرف، هو الأب يدير، هو الأب يرعى، فهو الأب يربي، هو الأب عليه حال يعالج، هو الأب يتابع. ماكو داعي الولد يقول لأبو أوف. أوف شنو؟ انزعاج الولد يمتى يصير؟ انزعاج الولد متى؟ انزعاج الولد يوم الأب يقعد عن الخدمة ويريد أن يخدم، يتعطل عن الإنتاج، يريد رعاية. هذه الفترة، فترة العجز الأبوين أو أحدهما، هذه الفترة التي هي فترة عصيبة للأولاد. أقول عصيبة؟ نعم. لأنه امتحان عسير جدا. أبونا ربانا وكد علينا وعليه حار أدار شؤوننا، وإحنا في أتم الصحة والسلامة والعافية، وهو المسكين يركض من هنا وهناك حتى يأمن حياتنا.
كبر كبر صار عاجز عاجز ما يقدر يتحرك يعني. فالآن شنو؟ الآن الدور انقلب، صار أنا لازم أتحرك له، أنا لازم أداري، أنا لازم أراعي. نعم. هو المدارة والمراعة وإلى آخره. حان وقت رد الدين. حان وقت تبادل الأدوار. نعم. أبوي كان يكد وكذا، الآن أنا لازم أكد وأرعى. الله يعرف أو الأولاد كم هم منكري جميل. يقول شوف، أنا ما أقول لك أنت على حال أيام الشباب والدك تعال أنت مثلا، مو مهم. هناك في مسألة الأب وهو قادر، قال يا بيحترم بر الوالدين، فاخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. هناك حالة على حال الاحترام والمودة والطيبة. هنا لا، هاي الآية لا، هاي الآية أنت جات أدي دور أبوك يوم اللي كنت تصغير، أبوك يأدي دورك يوم اللي كنت تصغير. واضح المطلب؟ أبوك صار صغير. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق. من يكبر الإنسان يصير مثل الطفل. نعم. واضح؟ نعم. ما يقدر يأكل، يأكل يبعثر، ما يقدر يروح للحمام لأنه في مكانه حسب تعبيرنا كذا. هنا شلون؟ أنا كان يلبسني حفاظة، أنا كان كذا، يديرون بالي، بالهم علي. الآن شنو؟ القرآن يقول هذه المرحلة ما مسموح لك أن تقول أف أف أف. يقول المفسرون لو كانت كلمة أقل من أف تظهر الإزعاج، أقل من كلمة أف تظهر الإزعاج والتذمر لذكرها الله. ماكو. إذن هي أصغر كلمة، أصغر كلمة وأقل كلمة وأسهل كلمة في إظهار التململ والإنزعاج. ما مسموح أن هذه الكلمة أن تظهرها وإن كانت شنو أقل مراتب، ما مسموح. ما أدري أنتم مبتلون بآباء كبار السن. أتذكر أحد، ما أدري وين ذكرت، أحد أساتذتنا الله يطيل عمره ويعطيه العافية. نعم. وهو الآن مرجع تقريبا. زين. هذا في اليوم قلت له شلون الوالد؟ قال سيدنا أنا في امتحان عسير. والده قال أنا في امتحان عسير، ادعوا لي على أن شنو أتجاوز هذا الامتحان. قلت له مولانا قلوا لي شنو صاير يعني فت. قال سيدنا يتذمر لأنه صار عنده زهايمر، يتذمر، يصرخ، يسب، يشتم، مو بوعية مو بوعية مو بوعية. نعم. شو سوي؟ فأنا لابد أزين شعره كذا، ودي الحمام أسبحه، هو يتصور أنه أنا أعذبه وكذا، فلازم أسكت. يقول ادعوا لي عن كلمة أوف لا تطلع. والحمد لله الله من عليه على حال في الاستقامة والتحمل. شوفوا إخواني أصدقائي، أنا عندي فتح شاي ما أدري سأحكيها لو لا، أنا أعتقد نحكيها. تفضلوا سيدي. نت دائما تدعون لبعضكم البعض بطولة العمر، ماكو داعي. الله يطول عمرك، شو يطول شنو يطول عمري حتى شنو؟ غريبة حكايتي؟ نعم غريبة. لا تدعوا لبعضكم البعض بطولة العمر. إذا كان طولة العمر هذه اللي أنا يشيلوه من تحتي ولبسوني حفاظة وما أدري شو أسوي، وابني يصيح علي، وحفيدي وهذا جده أزعجنا، ما أريد هذا طولة العمر، ما أريد بابا، ما أريد، واقع ما أريد. عمر طويل في صحة وسلامة وعافية. دائما قيدوا، دائما قيدوا، أطال الله عمرك في خير وعافية، في خير وعافية. إذا طولت العمر خير إلي، الله يطول. إن كان الإمام السجاد يقول إلهي إن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك علي، وإن كان عمري
بذلة في طاعتك، فعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. إذا خير وسعادة وطاعة، أنا أريد أجر ثواب، أريد أجر ثواب، أريد توفير، يعني حصل على رصيد. أما إذا كان لا سمح الله أنا بغيبة وبهتان وكذب وتشهير ولقبة حرام، ما أريد. دائما أدعو لبعضكم البعض بطولة العم بهذين القيدين، خير وعافية. خير وعافية. الله شاهد كم من أشخاص يتصلون علي أنه سيدنا ادعونا الله يعطينا الصبر، أبونا ما عاد يتحمل. يعني واحد اتصل قال أبويا سيدنا يعني عاري بكل معنى الكلمة، يقول له بابا تستر ما يقبل، وأمام أطفالي وكذا وشي، شو أسوي؟ فأكو مشاكل إحنا ما نقدر يعني نبحثها كلها، ولكن الدعاء بطولة العمر هذا ليس صحيحا بمجرده. في خير وعافية، نعم في خير وعافية. فإخواني شوفوا الله سبحانه وتعالى جاي يقول، يعني يدري فترة الكبر هي فترة الهوسة، فترة الكبر وعجز الوالد والوالدة هي فترة التذمر. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، لو أبوك فقط أو أمك فقط، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقول قاد أسكت. رأيت أنا، شايفين أنتم، شايفين هذه يسوون مقاطع حلوة لا بأس بها. نعم. الكاميرا الخفية. نعم. لا بأس بها. بعض الأحيان يطلعون واحد يصيح على والده، وطبعا هي تمثيلية بس إنصافا أنا أرتاح أشوف حماسة الناس ورحمة الناس. هذا الكبير السن مزعج، ولكن لا يعني أنه أنا أنزعج، لازم أتحمل. وش أسوي؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مو بس بتقول أوف، قل حبيبي فدوى أروح لك، أنت خيمتنا، أنت بركتنا، أنت كذا، هالشكل يمكن؟ نعم يمكن إن شاء الله. أنا أدعو الله ينطي صبر لكل الأولاد والبنات اللي عندهم يعني مبتلون بآبائهم وأمهاتهم كبار السن الغير المريحين. طبيعي أكو غير مريحين، أكو لا كبار سن ما شاء الله، الله يطول أعمار مراجعنا يصلب يعني مرجعنا مراجعنا، شايف كبار السن 90 سنة طيب مرتب ساكت كذا نظيف. هذه بعد كل واحد وحسب تعبيرنا ووضع الأمراض، أمراض الشيخوخة أمراض عديدة. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا إذا عمرنا الله أن لا يعمرنا بطريقة توجب الذل والمهانة، وإذا رب العالمين يمن على أولادنا وذرارينا أن يتحملونا أن يأجرهم أجر الصابرين، وفي نفس الوقت أن نفهم أيها الأحبة أيها الكرام، آخر ما تفكر فيه أن تأخذ والدك إلى دار العجز، آخر ما تفكر فيه مو صحيح، إلا اللهم إذا كان هناك اضطرار، يعني سيدنا أنا زوجتي خلاص راح تتفتت عائلتي، هذا بعد أنت في امتحان عسير، شو السو؟ تقدر تأخذ له غرفة، تقدر تأخذ له مكان آخر جيد إذا عندك إمكانية، وتخلي له شو يسموه هذه مجتمر، لا لا تخلي هذا المضمد، مو مضمد، السيستر ممرض الراعي أو مرافق العاجز، ممتاز إذا عندك فلوس أبذل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هالشكل امتحان وهالشكل على حال فتنة، هذه فتنة. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا الكريم، أحسنتم في الموعظة وفي التدبر، خاصة ونحن في شهر الموعظة والخير وشهر رمضان المبارك، شهر بر الوالدين إن شاء الله تعالى. الآن مشاهدنا الكريم بإمكانك التواصل وطرح الأسئلة من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وناخذ أول اتصال من الأخت الكريمة أم حسين. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صار 15 سنة متزوجة. نعم. ما عندي أطفال. نعم. وزوجي أكبر من عندي ب 15 سنة. نعم.
أني عيالي عن بيت أهلي 50 كيلو مسافة. نعم. وهسه من أروح أنا أصلي قصر، بس أنا ناوي يعني العمر ديد الله يجوز يعني أنا مطلب الزوجي، قال لي ما تزوجيش أنا أرجع لأهلي، لأن ما عنده خلقة. نعم. لأن هسه حاليا من أروح أهلي قالوا لي صلي القصر، تمام ما صلي القصر. ما طول ناوي ترجعين إني للحلة، يعني أنا أهلي بالحلة. وعيالي بإسكندرية. هسه أسأل على صلاتي، صلاتي من أروح لأهلي يعني كل شهر كل 20 يوم مرات شهرين صلاتي صليها تمام لو قصر. إيش قد المسافة؟ 50 كيلو. 50 كيلو. واضح. 50 كيلو. إن شاء الله تسمعين إجابة أختي الكريمة. شكرا جزيلا. شكرا. على اتصال حضرتك. عندنا اتصال من أبو فاضل صح؟ أبو صادق. تفضل يا أبو صادق. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. ماجورين إن شاء الله سيدنا. بارك الله. حياكم الله. موفقين إن شاء الله. رحم الله والديكم. رايدين برامج السيد شوية محاضرات اطمئنان للفقراء منهم شوية فقراء حتى مكسور خاطرهم هذا الشعار وما عدتهم. نعم. اي فياريت السيد برامج هذه الطيبة الحلوة يبين لهم درجاتهم عند رب العالمين بالصبر بالعبادة بالالتزام شوية هم ساعتهم هاي ان شاء الله. اشكرك. اي والله ساعتهم وهم شوية مكسور خاطرهم ومهضومين وتعرف هاي الناس الاغنياء هسه شغلتها صعبة ما جاي تنصير. بارك الله بك اخي ابو صادق. احسنت التوصية. عندك شيء اخر عزيزي؟ رحم الله والديكم. اشكرك. تحياتي لك وشكرا جزيلا على مشاركتك واتصالك. متواصلين مشاهدنا الكريم في استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم. بعد اتصال الاخ الكريم ابو صادق نتحول الى اتصال اخر. اتصالنا الثاني من منه؟ نعم. رسالة صوتية نسمعها تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. سؤال، انا اشتغل بتطريز نماذج تطريز، هاي التطريز اطرز مثلا عروس كاملة بس ما اخليها كاملة من ارسمها، بس العروس فقط ظهرها وشعرها يعني من ورا، وبس الغاية من عتها خيط البدلة والشعر يعني حسب الطلب، او اطرز الشكل مثلا فقط دين او ولد او مثلا طفل حسب الطلبات، واذا انت ساقدر ارسل لك صورة هذا حلال لو حرام. التطريز على شكل انسان. شكرا جزيلا للاخت الكريمة. عندنا اتصال من الاخ احمد. تفضل يا احمد. حياك الله عزيزي. بس علي لي صوتك اخوي احمد، علي لنا صوتك احمد. نعم. يا ابو الموصل اضغطاك واضغطاك اهل الجواني. نعم. في يوم النزول شنو صلاه القصر؟ تمام. المنطقه اللي عايش فيها، المنطقه اللي عايش فيها تقريبا سنتين ونص. سنتين ونص؟ صار لك سنتين ونص 14 14 يعني؟ ها؟ صار لك سنتين ونص 14 14؟ اي 14 ونص. واضح. راح تستمر؟ مستمر انت على هذا الحال؟ ما اعرف روحي في افكاري فنون ما فنون ما اعرف. بس بشكل عام انت مستمر بعملك يعني؟ اي انا مستمر بعملك. واضح واضح. ان شاء الله تسمع الاجابه اخي احمد. تحياتي لك وشكرا جزيلا على اتصالك الاخ احمد. وعندنا الان مشاركه من ام عباس. اختي الكريمه تفضلي. أختي أم عباس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت نصينا صوت التلفزيون، تسمعينا بس من الموبايل إذا أمكن. هو أنا جالس معكم بس من الموبايل. لا صوت التلفزيون عالي، نصي أختي أو ابتعدي عنا لطفا. ها ها. نعم. تسأل. إحنا هذه التوصية حتى تكون الكلام واضح والأسئلة واضحة إخواني الكرام، ولذلك دائما نركز عليها. أم عباس تفضلي. سيد عشيق الحسيني. نعم. يسمعكم سماحة السيد تفضلي. عندي سؤال السيد. نعم. أنا عندي بنات. نعم. نعم عباس. فقدنا اتصال الأخت أم عباس. أم أمير أختي الكريمة تفضلي. الله يسلمك السيد. بلات احنا عندي زوجي يصلي بالبرمودة يجوز؟ نعم. رجل يصلي بهذه الملابس، تمام. عندي سؤال آخر أختي. أنا
اي والله زوج اختي كلش مأذيهم مهججهم من البيت. نعم. يعني اختي هنا يمي بكها قد اختي الثانيه يأذيهم، هو يشرب كلش مأذيهم، هي كلش متدينه يعني تعلم القران يضرب التلفزيون بالنفاضه، يقول لها انتوا شنو تصلون وتصومون؟ المن تصلون وتصومون؟ وهسه مهججهم من البيت كل واحد الصفحه. نعم. يضرب ابناءه أو يضرب زوجته؟ يضربهم؟ ثاني. ايه يضربهم، هاي البارحه اول البارحه ضرب طفله ملقها وشردت بنتها بجهالها وشردت من البيت. يعني تحت السكر يضربهم لو هو صاحي؟ لا هو صاحي، هسه مو ماكو عنده فلوس وما عنده هذا الشيء فيقتلهم خطيه يأذيهم. ان شاء الله تسمعين توجيه السيد على هذا الموضوع. عندك سؤال اخر او مداخله اخرى اختي؟ رحم الله والديك سيد، بس هذا السؤال. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا على الاتصال والمشاركه الاخت الكريمه ام امير. عندنا اتصال من ابو زهراء. ابو زهراء اخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم اغاتي؟ حياك الله اخي ابو زهراء، يا اهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، عليكم وعلى على السيد. علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله، يا اهلا وسهلا. تفضل سؤالك ابو زهراء. اللهم امين. بدون زحمه انا اصوم واصلي شكر لله. نعم. بس المشكله عندي انا شويه القط على روحي بول وافتكار. نعم. نعم. ولما اكمل من بدي اصلي من بدي اصلي اغسل نص يعني نص من الحزام وجوا وهذا اكو اشكال بصلاتي صومي. واضح. واضح جدا. عندك سؤال آخر أخي الكريم أبو زهراء؟ الله يرحم روح والديك. الله يمن عليك بالسلامة والعافية إن شاء الله، شكرا لك على اتصالك ولا تنسانا بدعائك. تحياتنا للأخ الكريم أبو زهراء. منه إلى أبو صادق، صح؟ أبو صادق تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي العزيز، يا أهلا وسهلا. سيدنا العزيز أنا أشتغل المنطق بعيد يعني تعبر بس نصين صوت التلفزيون ابو صادق قاعد ياثر على اتصالك، اذا تريد اتصالك يكون واضح ابتعد عنا التلفزيون طفيه نصيه تماما واطرح سؤالك. انا اشتغل عماله. نعم. من المنطقه الثانيه، المنطقه تعبر الحد المقرر. نعم. انا اشتغل مثلا اسبوع يوم او يومين. نعم. هو أباك هناك، هل هذا قيام عليه شيء أفطار غير أفطار؟ أنت شقد بالشهر كم يوم تظل خارج مدينتك؟ ها مو شهر، يوم مرات أمشي يوم أو مرات يومين بالأسبوع. يعني ماكو فد شيء ثابت، تقريباً بالشهر شقد تقريباً؟ بالشهر ما أعرف، 10 أيام يجوز أقل 10 أيام. واضح. صار لك شقد على هذا الوضع؟ قبل ما أعتقد شهرين. واضح. او شهرين. شهرين، واضح. شكرا لك ابو صادق على اتصالك، ان شاء الله تسمع الاجابه واضحه من سماحه السيد بعد قليل باذن الله تعالى على يعني سؤال حضرتك واسئله الاخوه الكرام الاخرين. ابو احمد تفضل يا عزيزي انت. السلام عليكم، رمضان كريم ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله علينا وعليكم ان شاء الله، يا اهلا وسهلا اخوي. انا بس اريد اسال. تفضل. انا هذه القرعه مال الحج. نعم. احنا صارنا 5 سنوات او 10 سنوات وانتقدنا هسه نقدم على القرعه مال الحج. نعم. وما تقطعت يعني بينما اكو ناس هسه بالاعلانات وبين اللي يريد حج تجاري خليه يقدم. نعم. مو كان هذا الحج التجاري خليه يكون الحج لهي الناس الفقراء اللي ما عنده شلون يروح، يعني عنده استطاعه اقدر ادبر. ابو احمد. ابو احمد عزيزي. نعم. احنا ضيفنا للإجابة على الأسئلة الفقهية، لما يكون ضيفنا من هيئة الحج والعمرة إن شاء الله نوجه كلامك لهم. أريد أسويات. تفضل. أنا أريد هسه أروح بالحج التجاري. نعم، الحج التجاري. واضح، سؤالك عن الحج التجاري وحكمه، تمام، هسه سؤال واضح. عندك سؤال آخر أبو أحمد؟ شكرا شكرا. تحياتي لك وشكرا جزيلا على اتصالك الأخ أبو أحمد. عندنا اتصال من ابو حيدر، تفضل يا ابو حيدر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي بصورة خاصة. علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. حياك الله أبو حيدر. أنا عندي سؤال وطلب. السؤال نعم. الفقهي بالنسبة للصائم المسافر نعم. ماكو مشكلة إنه إذا يبقى صائم يعني حفاظا على الصيام يعني محبة بالصيام يبقى صائم، هذا سؤالي. يبقى صائم لو تقصد يمسك عن الطعام يعني، بس هو مو صائم، هيك قصدك؟ إيه إيه، بما أنه يعني أنا حاليا من أهل البصرة بغداد يعني متواجد، بس أقصد أنه يعني تبقى صايم يعني واضح بها مثلا يتحصل أجر أو ما يتحصل. الطلب الثاني باختصار نعم. بما أنه مو هو الموضوع، لكن باختصار أتمنى من قناتكم أن تفتح برامج وتلتقي مع ناس مختصين يتصدون لهذه الهجمة الجديدة اللي نعم. يدعونها مدعي حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وهاي السوالف اللي فتتت المجتمع العراقي، ويجيبوا لي أمثال عن فلان فوشكوش يعني بمجرد ما اسم أجنبي قال هكذا بحقوق الإنسان. روح أقرأ صحيفة السجادية عن حقوق الإنسان وبعدين تعال اطعن حقوق الإنسان، شوف الشرع والإسلام شنو أنطن حقوق الإنسان وبعدين تعال. زين قسما بالله هذه حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة خصوصا بالعراق فتتت المجتمع العراقي، وهذا رأيي الشخصي الكلام صفة المتكلم، فتتت المجتمع العراقي وخصوصا جاي يتبنونها حفالات المجتمع. أحسنت أبو حيدر، أشكرك على هذا الطرح وشكرا جزيلا يعني حملك هموم هذا البلد أو هذه الأمة. من بات ولم يهتم لأمور المسلمين أو لشؤون المسلمين فليس منهم، مضمون الحديث. صح سيدنا، شكرا للأخ أبو حيدر، تحياتنا إلى. عندنا اتصال من الأخت الكريمة هند، صح؟ تفضلي أختي هند، بس صوت التلفزيون بعد عالي ورح نضطر نأخذ اتصال غير حضرتك إذا ما تنصيب. تفضلي أختي هند، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله علينا وعليكم إن شاء الله. تفضلي أختي. في السؤال من فتة السمك وطلب، صح؟ شلون بس عيد السؤال؟ يعني ممكن تجي الدورة الشهرية برمضان يعني يصل طلب من ما يصل طلب، يعني لابد من قضاء الصوم أو لا؟ نعم واضح واضح. عندي سؤال آخر أختي؟ لا لا، شكرا جزيلا على اتصالك وتسمعين الإجابة على سؤالك أختي الكريمة. عندنا اتصال من أبو أمير، تفضل يا أبو أمير. أمير حياك الله عزيزي. أبو أمير عيوني، تفضل. عندي سكة متعصب اسمي وأنا صايم، يعني على صيام الإفطار. نعم أنت صايم الآن؟ والله صايم وعندي ضرب أضرب بعيون أمور. زين سؤال أبو أمير، أنت صار لك من أول يوم رمضان لليوم صايم؟ صحيح. زين تقدر تكمل لنهاية اليوم بدون ما تتأذى أذية كبيرة؟ أقدر أكمل، أقدر. تقدر تكمل إن شاء الله. تسمع الإجابة أبو أمير من سماحة السيد بعد قليل إن شاء الله. أقدر أكمل بس شنو؟ نعم. يأثر على عيونك. يأثر على عيونك؟ صحيح. واضح، شكرا لك على اتصالك أخي الكريم وتحياتنا لحضرتك. إذن نكتفي بهذا القدر من المشاركات، إلا إذا كنتم مستلمين اتصال آخر فناخذه. تمام، نكتفي بهذا القدر من المشاركات إخواني الكرام، ونعود إلى سماحة السيد للإجابة على هذه الأسئلة. نكرر ترحابنا بحضرتك، السلام عليكم مرة أخرى سماحة السيد. عليكم السلام ورحمة الله. نبدأ من سؤال الأخت الكريمة أم حسين اللي تروح يعني بيت أهلها عن بيت زوجها مسافة هي تقول 50 كيلو، فبالنسبة للصلاة لما تنتقل من هذا البيت إلى هذا البيت؟ في واقع الحال من كان في وطن سواء وطن أصلي وهو مسقط رأسه أو كان وطن اتخاذي يعني اتخذه وطنا، من كان في وطن ورحل عنه وانتقل منه، الأخت كانت في الحلة وانتقلت إلى مكان آخر، صار زواجه في منطقة أخرى بعيدة عن الحلة 50 كيلومتر، اللي ينتقلون على قسمين. مرة واحد ينتقل يقول خلص أنا بعد لا حلة ولا هم يحزنون أبدا، فأنا شلت الحلة من بالي ولا أريد أرجع للحلة. كما هناك كثير وناس يهاجرون إلى بغداد يتركون مدنهم بشكل كامل ويعرضون عنها، بالفقه يسموه إعراض، يعرضون عنها. نعم. هذا القسم اللي يعرض عن مدينته، يعرض عن وطنه، بلا إشكال بعد هو لما يرجع إلى وطنه يرجع بعنوان مسافر. نعم.
يعني هو مسافر لم يعد موطنا هذا انتهى يعني الغى الغى ان صح التعبير هذا التعبير الغى وطنية هذا المكان بالنسبة له بعد لا يعد وطنا فيصلي تمام يصوم عفوا يصلي قصر نعم ويفطر إلا إذا قام عشرة أيام جئت بيت أهله تبقى عشرة أيام ناوي فصلي تمام وصوم عشرة أيام كاملة نعم. أكو أشخاص يهاجرون من مدنهم من مدنهم ولكن لهم رغبة في الرجوع يعني الأخت من الحلة وزوجت واحد من بغداد وراحت البغداد بس هي ناوية أنه تسحب زوجها إلى بغداد إلى الحلة نعم. ترجعها هي قالت بعد وفاة زوجي أي لا أكو ناس مثلا يقول سيدنا أنا ما أترك مدينتي هاي في اليوم الأيام راح أرجع الرجال أرجع فعدها نية شنو أن ترجع إلى وطنها ولم تعرض عن وطنها هذه لا زال ذلك الوطن باقي على وطنيته بالنسبة لها كوطن باقي فصلي تمام الصوم في الوطن الجديد وصلي تمام الصوم وين في الوطن القديم حتى سيدنا لم يختلف إذا كان موضوعها هي تقول بعد وفاة زوجي نفس الحالة احنا مثلا لما اللعين طاغية لما هجر الناس من النجف وكربلاء وبغداد هجرهم طلعوا يعني قسرا بس أكو كان الناس بعد كم سنة قال خلص بعد ما نرجع العراق يعني ألغوا العراق خلص أكو ناس بقوا 25 سنة برا ولكن لا زال شنو يحنون إلى الوطن يريدون يرجعون فيبقى المكان يبقى وطنه ويصلي تمام يصوم حتى لو يوم واحد الأخ أبو صادق كان يعني طلب من حضرتك توصية أو وصى جنابك بأن تذكر الفقراء وتصبرهم في هذا الشهر أنا شاكر لك يا أخ صادق على هالشي التفاتة جيدة وإن شاء الله يوم أيام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأيتام كان في بالي نتعرض إلى موضوعة الأيتام ورعاية الأيتام والفقراء ولكن جزاك الله خير وهذه أثار عندي قضية أريد أذكرها تفضل شوفوا إخواني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق نعم. قال يا جماعة أنفقوا في سبيل الله وجعل في أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم نعم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وأن نحن موظفون على أن هذا المقدار من المال اللي هو حق الشرعي أو الصدقة أن نعطيها إلى الفقراء هذا الأمر في واقع الحال ضمن التشريع الإلهي وما لك حق أن ما تعطي زكاة الفطر حرام عليك ما تعطي خمس زكاة حرام عليك ما تعطي يجب عليك أن تعطي فإذا أكو إنفاق واجب أكو إنفاق مستحب على كل تقدير نحن مطالبون بمن بالإنفاق والتفكير بالفقراء ورعايتهم الغريب هذا الغريب اللي قد البعض الآن لأول مرة يسمعه أن الله سبحانه وتعالى قرن يعني جعل واحد مثل الثاني قرن أن الذي يكذب بالدين اللي يكذب بالدين إلى صفات واحدة من صفاته لا يحض على طعام المسكين نعم يعني واحد ما يصعد المنبر يا جماعة دير بالكم على الفقراء يا جماعة ترى الناس فلان منطقة كلش يا جماعة ترى فلان عائلة انهتكت يا جماعة كذا أن يحض الناس على طعام شنو المسكين عدم الحظ على طعام المسكين قرنه الله سبحانه وتعالى بالتكذيب بيوم الدين هواية كبيرة هواية كبيرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون آخر جزء من أجزاء القرآن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين في النهاية فشوفوا إخواني يعني أنت الآن ما عندك بس حاول الله يرحم فلان خوش رجال كان صافي ما عنده هو مفلس بس يركض حاجة فلان مريض فلان عنده عملية فلان يتزوج فلان جزاه الله خير يسعى بالخير وإن كان هو فاقد لمن فاقد المال
أحسنت. ودائما احنا لازم ندعو شو نقول؟ اللهم يلا وياي، اللهم أجري على يدي الخير للناس، صيروا خيرين إن كنت من نفسك أو من غيرك، فكن إيجابيا. شو يسموه هذا الآن؟ يعني وجود إيجابي، طاقة إيجابية وما إلى ذلك. أحسنتم سيدنا، موفق إن شاء الله. وأحسن الأخ أبو صادق أيضا، رسالة من إحدى الأخوات، رسالة صوتية كانت عن هي تشتغل بالتطريز سيدنا، وأحيانا تطرز شكل إنسان يعني، فتسأل عن حكم هذا الرسم أو التطريز. يعني في واقع الحال هناك خلاف بين القدماء من الفقهاء والمتأخرين أنه رسم ذوات الأرواح بشكل كامل بعضهم اعتبره مكروه، بعضهم اعتبره حرام، ولكن في النهاية هي مكروهة. يعني رسم ذوات الأرواح مكروهة إذا كانت كاملة، أما بس رأس أو كذا هذا قالوا لا إشكال فيه، ولكن عموما ورد في روايات بكراهة هذا الأمر. نعم. الأخ أحمد يداوم بالموسيقى. ذوات الأرواح أقصد الحيوانات، حيوانات والإنسان. نعم، مو الجبال والزروع والنخيل كذا. أحسنتم سيدنا. الأخ أحمد يداوم في الموصل 14 يوم في العمل و14 يوم في البيت، يقول صار لي سنتين نص على هذا الحال، ويسأل عن صلاة وصيام سيد. شوفوا من ناحية 14 يوم هي إقامة وزيادة، الإقامة 10 أيام. نعم، إقامة وزيادة، فأنت في مكان عملك صلي تمام الصوم، وفي بيتك أيضا صلي تمام الصوم لأن وطنك، فأنت مقيم في مكانين يعني ما عندك مشكلة. ولكن في الطريق شنو؟ في الطريق نعم. يعني وسام مو كثير سفر سيد الآن هالشكل، الآن هذا مقيم، ولكن في الطريق شنو؟ هناك كلام على أنه من كانت سفراته وإن كانت إقامة ولكن عرفا يعد أن هذا كثير سفر، هذا كثير غياب عن بيته، نعم، فأيضا هناك كلام على أنه يبقى صائم في الطريق. واضح؟ يعني وصلاة تامة في الطريق. أحسنتم، أكو كلام من الأعلام يعني من السماح السيد أنه هذا وإن كان هو مقيم ولكن عرفا يعد كثير السفر. يعني في أي مكان أخي الكريم أنت تصلي تمام وأيضا تصوم مثل ما أنت موجود في بيتك. عندنا سؤال من الأخت الكريمة أم أمير عن زي الرجل بالصلاة. الرجل في الواقع في الصلاة لا يشترط عليه إلا أن يستر العورتين القبل والدبر فقط، أما رجله فخذه بطنه كذا ما في مشكلة، فحتى لو كان بالملابس الرياضية نعم أو ملابس الداخلية يصلي ما في مشكلة إذا كان مستور. من ناحية التأدب في مخاطبة الله تعالى أنه أحسنت، هذا بحث آخر أنه شنو هالطريقة، ولكن من ناحية الشرعية نقول أنه لا إشكال في ذلك. أحسنتم سيدنا. تكلمت في الجانب الثاني من اتصالها عن شخص من يعني من أنسبائهم من أقربائهم يؤذي عائلته، وهو يعني شارب للخمر ويضربهم، بعرف توجيه من جنابكم نصيحة. هناك نقطتان. النقطة الأولى يا أختي الكريمة، نحن الآن تقريبا 17 سنة أتكلم من على منابر عديدة أنه أيها الناس أيها المؤمنون، الزواج ليس مشروع شراء قميص، الزواج ليس مشروع شراء ما أدري فاكهة وتأكلها، الزواج مشروع حياة، مشروع استقرار. فانتبهوا إلى من تعطوا بناتكم، انتبهوا إلى من تختاروا صهر لكم وعلى حال تعطون فلذات أكباتكم. للأسف يا أخ سيد أستاذ المرتضى، للأسف أكو تساهل. نعم. ولأنه عنده فلوس لأن ابن عمها، لأن كذا عنده فلوس ابن عمها، مو مهم. دينه وخلقه، قال النبي العظيم صلى الله عليه وآله من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دين وأخلاق، هذا حسب ما تقول الأخت، أنا ما أدري يعني إحنا ما سمعنا الأخ شنو كلامه، حسب ما قالت هذا لا دين لا أخلاق، شو نطبتنا إحنا؟ فمن عارض، شوفوا أقولها بصراحة، فمن مشى على خلاف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يلومن إلا شنو؟ نفسه. إلا نفسه. ليش سيدنا؟ القرآن يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيدنا الآن الأمر صار أمر واقع بالنسبة للأخت. هذه أنا جاء شوفوا، أنا من أقول واجب حرام حلال، أنا هذا مو برنامجي، برنامجي أنطي رسالة.
نعم. انه يا جماعه اللي ما عندكم اللي بعدكم ما طايحين بهالمشكله ديروا بالكم. احسنت. اللي جاي خطاب بالتقدير بالك، شوف العينات التعبانه قدامك، شوف العينات التعبانه. وفي قبالها سيدنا حتى اللي اختار زوجه الى كون يختارها مو بس لشكلها ولحسنها. بلا اشكال، هذا كلام طويل في حلقات عديده تكلمت عن شروط الزواج وعلى حال وتعاليم رسول الله في هذا المجال. اذا النقطه الاولى، شلون انطيتوا بيتكم لهالشكل شخص غير مريح بهذا المعنى اللي بناته شذر مذر، كل واحدة بمكان من الضرب والتعسف. الأمر الثاني يا أختي، ليس لك إلا أن ترفعي أمرك للحاكم الشرعي أو القضاء. الحاكم الشرعي إذا أردت الطلاق، والقضاء حتى يعني يدافع عن وضعك وضع كذا، ويوقفوا هذا العنف الأسري اللي بعض الأحيان ياخذ مديات كلش خطيره. احسنتم سيدنا الكريم. الاخ ابو زهراء يقول اني ملتزم بصلاتي وصيامي، ولكن عنده مشكله صحيه في الحفاظ على الوضوء، فيقول انا يعني اغسل نصف الاسفل قبل اقدم على الصلاه. اي نعم، هو الصحيح كلامك، يعني انت تقول انه انا من على حال من مكان البول انا اتنجس رجلي وكذا. اي نعم، طهر المنطقه هذه وتوضى وطهر المنطقة هذه، وإن شاء الله تعالى صلاتك صحيحة وصومك ما في مشكلة والله يعافيك. ولكن عموما إذا تقدر تخلي شيء اللي لا تسري النجاسة إلى رجلك وإلى ملابسك لا بأس، يعني البس شيء اللي يمنع من سريان النجاسة إلى البدن. أحسنتم سيدنا. أبو صادق يقول أشتغل عمالة بمنطقة ثانية فأعبر الحد المقرر وأبات، حسب الظاهر صار لشهرين بهذا الموضوع مو؟ نعم، 10 أيام. سألت أشقد تقريبا بالشهر، قال 10 أيام. شوف إخواني، إحنا ما نقدر نبين المسألة الشرعية إذا ما تشخص الموضوع المسألة. نعم. أنت لازم تقول لي هذا شنو حتى أقول لك هذا حلال وحرام. نعم. سيدنا هذا بالقلاص شنو حلال وحرام؟ مش مدريني بالقلاص ماي لو خمر. فتشخيص الموضوع هو المهم في تحديد الحكم. أنت ما تقول أنا ما أدري، شو ما تدري أنا شو أدري يا حبيبي. فأنا رح أتكلم بشكل عام، أقول إذا كانت سفراتك، اسمعوا جيدا، إذا كان سفراتك لمدة 6 أشهر فما زاد، يعني 6 أشهر فما زاد، أنت سفراتك معدل يعني شهر 8 سفرات، شهر يعني 2 أيام برا البيت، شهر 7 أيام برا البيت، شهر 13 يوم برا البيت، شهر 15 يوم برا البيت، يعني في المعدل نشوف انت خلال السنه انت 10 ايام بالشهر خارج البيت، فانت كثير سفر. خلال سنه؟ ايه خلال سنه اذا هيجي فانت كثير سفر. تقول سيدي مو هالشهر انا 8 سفرات كان عندي، بس اقول السفر الشهر الثاني انت 13 سفره كان عندك او 13 يوم. بس السفره يقول لا 13 ليله تمبيت. نعم. برا البيت. فأنت في الواقع شوف أنه إذا كان عندك 10 سفرات أو 10 أيام أنت برا البيت بالشهر كمعدل. نعم. أنت كثير سفر، أصلي تمام الصوم في كل مكان. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أبو أحمد مستاء من موضوع الحج، ويقول صار فترة طويلة إحنا نقدم على الحج وما يطلع، فيسأل عن حكم الحج التجاري سيدنا، ما يسمى بالحج التجاري اليوم. في الواقع الحج التجاري لمن كانت له إمكانية ومكنة مالية يمكن له أن يذهب، ما في مشكلة، ولكن لا يجب، اسمعوا جيدا، لا يجب على الإنسان أن يذهب إلى الحج بتكاليف باهظة، إجحاف بالتكاليف. إذا كان إجحاف بالتكاليف لا يجب عليه الحج، مو واجب عليه. يقول عندي أنا، بس مو واجب عليك تروح أنت تدفع هيك تكاليف باهظة. أحسنتم سيد. أخ أبو حيدر يسأل عن الصائم المسافر، من يكمل صومه أو يمسك عن الطعام هل في ذلك أجر؟ بلا إشكال التشبه بالصائمين، التشبه بالصائمين والإمساك عن الطعام والشراب، وإن كنت مسافرا ففيه أجر بلا إشكال. نعم. طيب، ولكن لا يعتبر نفسه صائم. لا هو ممسك فقط. ممسك فقط. طيب. إذن نكمل سيدنا. إذن هو أيضا نتكلم عن الهجمة الجديدة، هو سماها بالهجمة الجديدة على أخلاقيات المجتمع بعناوين براقة ولامعة دفاع عن حقوق المرأة. أنا أضم صوتي بشكل عالي جدا،
صوتي بشكل عالي جدا إلى جناب الأخ. إخوان نحن مستهدفون، ما مستهدفين نحن بالحرب العسكرية كالدواعش. الآن تغيرت الحرب، صارت حرب ثقافية، حرب ضد الدين، حرب ضد القيم، باسم دفاع عن المرأة، باسم الطفولة، باسم العنف الأسري، باسم حقوق الإنسان. الآن يجرؤون بناتنا على الخروج عن طاعة الوالدين، يجرؤون الأولاد على أن يغادروا بيوتهم ويشتكوا على أبائهم لأنه أبوه قال لا تمشوا يا فلان أو لا تتعامل كذا. هذه في الواقع هوية الغرب يريد أن يأتوا بها إلى بلدنا، فلا بد من الوقوف وقفة كبيرة وعامة ضد هؤلاء، ونعرفهم منظمات مدعومة من بعض الجهات المناوئة للإسلام، مناوئة للدين، وأشخاص معروفين على حال شغلهم الشاغل إثارة على حال المشاكل والتوهين الدين وإشاعة الفساد والفجور. نعم. يعني يأتون بشخص تعال سوي برنامج في بغداد، شنو البرنامج؟ عن المثلية والمثليين، هذا شنو هذا؟ وين احنا؟ أو تعالوا مثلا في مسألة القضايا المساواة وما إلى ذلك. هذه هجمة جديدة، وأنا أضم صوت الأخ، ولا بد للإعلام الملتزم، الإعلام القيمي الرسالي، أن يقوم بعمل برامج مركزة، برامج مدروسة وعلمية لبيان مخاطر هذه القضايا بشكل كبير. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت هند سألت أيام العذر الشرعي للمرأة في الصوم هل تقضيها أو لا؟ الصوم نعم يجب عليها قضاءه، ولكن الصلاة لا تقضيه. تمر في أيام الحيض لا صلاة ولا صوم، ولكن الصلاة ليس عليها، ولكن الصوم يجب عليها أن تقضيه إن شاء الله تعالى. أحسنتم. سؤال الأخير كان من الأخ أبو أمير، عند يعني هو مصاب بمرض السكري وعنده أيضا مشاكل بعينه، يقول أنا صمت لحد اليوم، نعم أقدر أصوم بس أعتقد هاي مؤذية إلى عيني. يعني هذا العزيز، هذا المؤدب، هذا المتدين يحس أكو مشاكل عويصة يعني في صحته، يصعد السكر إلى 500 وعينها متأذية، مع ذلك اليوم صائم من رمضان، وهذا انصافا مأجور إن شاء الله تعالى. ولكن أقول أخي حبيبي، إذا كان الصوم يأذيك وشوف أنه يأذيك، لا تصوم، لأن عينك أهم، سلامتك أهم، الله جعل سلامتك أهم من أحكام الشرعية. واضح ابني؟ لا. أنت قيم أمرك، وإذا شفت واقعا جاتي تأذى دير بالك. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا، من الله عليكم بالتوفيق دائما إن شاء الله. شكرا، سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، أشكركم، حياكم الله. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدنا الكريم، لنا ملتقى في الغد إن شاء الله تعالى، ندعو لكم وتدعون لنا. شكرا، في رعاية الله وحفظه.